يا اهلا وسهلا، تعالي تعالي. تعالي يا زينب. نسيتي دي؟ ما تبقيش تقلعيها تاني. أنا عمري ما قلعتها. من ساعة مامي لبستهاني عمري ما قلعتها. ما تبقيش تقولي لها إن ضايقتك عشان ما تضايقيش عليا. أنا ما قلتش لحد. عايزك تنسي اللي حصل. نسيت يا باشا. المهم ان انا كمان انسى. ما تشيلش في بالك يا باشا. اصلها قليل قوي لما بتحصل لي. هي ايه دي؟ ان حد يأنب لي ضميري. يعني عمري ما قابلت اي حد يستحق اي حاجه في حياته غير اللي هو فيها. أنا استحق اللي أنا فيه يا باشا. لا أمشي. اتفضلي زينب. أنا آسف. قولي لي ممكن أعمل لك إيه؟ ولا حاجة ولا حاجة يا باشا. ربنا يسترك. هو انا ينفع امشي من هنا؟ الو. ايوه يا فندم. مدام تهاني عايزك تبعتي لي ملف زينب، عايزه اقراه. يعني قال لك هنخرج؟ ايوه. امتى؟ ما قالش. هنروح فين؟ ان شاء الله نرجع الشارع تاني. وحشك الشارع قوي. وانا كمان وحشني الشارع وزازا وكيمو الله يرحمه. والواد رينجو يا ترى بيعمل ايه دلوقتي؟ يا سلام لو رجعنا الشارع تاني وتلمينا تاني. ما وحشكيش الواد لبيسه؟ اعوذ بالله. الله، انت قاعد بتعمل ايه دلوقتي؟ مطربه قاعد بكتشف مأساة. مأساة ايه؟ التهمة متلفقة لها. هي مين دي؟ زينب. لو حد قاعد قرا اللي انا عمال اقراه دوت هيعرف ان التهمة متلفقة لها. طب وازاي طلع الحكم؟ ما انا بقول لك قانونا متلفقة. بقول لك ايه؟ صلي انت وما تشغلش بالك. طيب وبسيب لي الملف معاك هقرا. ماشي. الله اكبر.